لقيتش استاذ الرامي، لانه دايما الممثلين يقولوا كلمه وبيمشوا، المطربين بيعرفوا يغنوا، عرفت شلون؟ قلت له خليني اغني لكم شيء، اعمل لكم شيء، اسعدكم شيء مثل ما انتم اسعدتوني، اسعدتوني كمان انا والاستاذ الوليد، يعني ما في تتصوري، جميل جدا، كان جميل جدا، كان جميل جدا، وللان محفوظه انا بكيدي تبع وين ما بروح وين ما بجي، بحسه لانه هذا من أنا وأنت شهادة الأستاذ فاروق عبيد سيد السيدة من وصف دقائق معدودة، خليكي معنا لو سمحتي. بنقول لك صباح الخير يا سيد فاروق. أهلين أهلين ليلى. نحن عملنا صار بعض الضحك يعني. نقول صباح الخير أستاذ فاروق. هو الخير دايما طول النهار. يا أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على برنامج صباح الخير ماشيغان. يا أهلا كثير بتشرف أني مرة تانية يضيفني البرنامج، و يعني بتمنى أن يكون البرنامج بيشمل كل الولايات المتحدة حتى أمريكا كلها. شكرا. الشمالية والجنوبية. أستاذ بيت عزيزي طبعا هذه دعوة ولفتة كريمة منك يعني أن تقبل أن تكون ضيف عزيز جدا على برنامج صباح الخير ميشيغان. تميزت من خلال جائزة العطاء، وأيضا كان لك تميز على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء الـRT، صحيح أستاذ بيسي؟ يا هو بالحقيقة أنا ابتديت ب 1985 ببرنامج اسمه إسلام، وهو كان كله باللغة الإنجليزية، وكان يبث على الولايات المتحدة كلها ب on the international channel. واستمرينا لمدة 15 سنة نبث البرنامج أسبوعيا. وكان الفوكس تبعه اني نعطي معلومات صحيحة عن الاسلام حتى يتفهم المجتمع الامريكي بشكل عام، لانه في دائما مسكونسبشنز، يعني في سوء تفسير دائما لكلمة اسلام بالغرب مثل ما بنعرف يعني. فخلال تعاملي مع IIS Islamic Information Service اللي كنت اخرج وانتج لهم البرنامج، وكان مدته ساعة كل اسبوع، اتصلوا معي الـRT وحبوا تلانش لأول مرة بأمريكا الـRT، فتعاونت معهم لمدة 4 سنوات، وكنت انتج برامج لهم مخصصة من أمريكا، هي مثل برنامج اسمه شرق وغرب، برنامج اسمه المجلة العربية الأمريكية، وبرامج تانية يعني تعاملت معه لمدة 4-5 سنوات. بعد حبيت يعني ادخل بمجال اخر، هو اللي الفكرة ان الفنان العربي هو دايما النقطة المجهولة بالغرب يعني، فحبيت انا انشئ جائزة العطاء بتعاون مع الجالية هون اللي دعمت الفكرة تماما ماديا ومعنويا، وكان بدايتها ب 1999. هذه الفكرة الرائعة أستاذ بيسي، فكرة جائزة العطاء التي ساهمت، هذه الفكرة المتميزة طبعا بدايتها في عام 1999، فكرة جائزة العطاء من أين أتت؟ قلت لي كوني يعني انا كنت بمؤسسة سينما بدمشق، وكنت اخرج هناك، فلما جيت للوس انجلوس وعلاقتي مع الفنانين كانت دايما علاقة ودية وطيدة، ودايما حسيت اني فنان لما بيعد بعض المسيرة الفنية المتميزة تبعته نادرا ما يكون في له نوع من الاعتراف بمجهوده على مدى السنين. فبتعرفي هون بامريكا في كتير Life Achievement Awards، فالفكرة مش اني جديدة، بس انا حاولت اقلمها واعطيها طابع عربي، وابتدت فكرة جائزة العطاء، وكانت كلمة العطاء يعني هي كلمة متميزة لحدود إلها يعني. جائزة
تمثل جائزة العطاء أستاذ فاروق عبيد؟ هي بنفس الوقت تمثال ربة الينبوع اللي بيعود لأظن 4000 أو 4500 سنة قبل الميلاد، فاقتبسنا تمثال ربة الينبوع اللي هو كمان العطاء. يعني اجت الامور كلها مع بعضها وابتدينا، وكان اول تكريم هو لسيدة منى واصف ودوريد لحام ب 1999. طبعا حتكون معنا سيدة منى واصف حصريا وبدعم من الاستاذ فاروق بيسي، طبعا اللي زكى برنامج صباح الخير ميشيغان. كل الشكر لك استاذ فاروق. الله يخليك. حقيقة سيدة فنان، سيدة منى واصف فنانة متميزة على مستوى الوطن العربي، اعطت الكثير واغنت الفن العربي بالعموم. اريد ان استمع الى شهادة الاستاذ فاروق عبيسي لسيدة منى واصف لو سمحت. انا يمكن اذا بدي احكي عن منى واصف بكفي اقول منى واصف، لانه منى واصف مسيرتها الفنية متميزة جدا، ان كان على خشبة المسرح او بالسينما العربية او على التلفزيون. فمجرد ما تقولي منى واصف ما بتجيكي صورة معينة، بتجيكي الوان متعددة، كل واحد منا هو منى واصف، يختلف كليا عن الصورة السابقة. فنادرا ما يكون في عنا فنانين يتمتعوا بهالإمكانية الفنية على اني لون وحالهم حسب الدور بدون اني ما يصيروا قالب معين لشخصية معينة. ونحن حرصا بجائزة العطاء بنبحث عن هالنماذج. يعني فمنى واصف يعني بلا شك هي برأيي من ألمع وأكبر فنانين في العالم العربي، إذا ما كان على المستوى العالمي حتى. يعني وبقولها هاي بكل تواضع، لما كان مصطفى العقاد الله يرحمه اختارها لأكبر دور بفيلم الرسالة. نعم كان من فيلم متميز جدا، وطبعا يعني لا يزال هذا الفيلم الى الان محط اعجاب العالم الذي شاهده. استاذ فاروق بيسي طبعا السيدة منى واصف لها ادوار متميزة لعبتها، طبعا ان كان على الشاشة الصغيرة او على الشاشة الكبيرة. كيف، ما هي اهم الادوار التي برأيك نالت فيها حضور متميز اكثر من غيرها؟ يعني هذا يمكن اصعب سؤال تسأليني ويمكن ما عندي جواب. الجواب اني بكفي اني تكون منى واصف بعمل ما ليرتفع مستوى العمل الى مستوى يقبل عليه المشاهد ان كان بدار السينما او امام جهاز التلفزيون. فانا برأيي منى واصف هي حادثة فريدة من نوعها. يعني من حظ التلفزيون والسينما والمسرح اللي ينفرد بإنسانة معطاءة مثل السيدة منى واصف. وبيسعدني كتير اني انا كنت تعرفت على منى منذ بداية عملي بمجال السينما، ولا تزال يعني ارتباطنا كزميل وكصديق وطيد جدا وفنيا. بعدين في شيء مميز بالسيدة منى واصف، اني لما بتعمل عمل منى واصف كأني اول مرة بتعمل بتوقف قدام كاميرا التلفزيون او كاميرا السينما، وتعاوننا نحن بكذا عمل مع بعض. فبتحسيها كأني انسانة لأول مرة عندها كل هالشحنة وبحاجة لتعرف ردود فعل كل اللي عم بتعاونوا معها. وهذا شيء مميز بالفنان، يعني اني يكون متواضع لدرجة اني يشعر كأني اول مرة عم بيوقف ليعمل عمل تلفزيوني او سينمائي. استاذ فاروق عبيسي كل الشكر لك لبرنامج صباح الخير ميشيغان على هذه الشهادة الرائعة في سيدة متميزة